عندك فكرة عن مسميات تانية للمال؟ اقساط، قسط، مدرسة، او يعني هيك. تمام. او رسوم تسجيل. نعم ايه صحيح. والموظفين الاعتياديين؟ رواتب. رواتب موظفين. قروض مثلا، المال دفع قروض، ما هيك؟ في عندك كمان منحة، في عندك نفق، زكاة، كمان هذا كله مال. ايه صدقات، نفقات، دية، ما هيك؟ في حتى السرقة، في المال كمان يتبع السرقة، ممكن صدقات، زكاة، يعني كثير شغلات. بالمدرسة حق التعليم او رسوم، قرض او دين مثل الدولة بتعطيك على الحكومة، نفس الشيء، رسوم وضرائب وهي ايداع او فتح حساب او ودائع او هيك شيء. تكاليف الدعوة والقضية، أتعاب أو غرامة، نفقات، تكاليف، مصروفات، مدفوعات، أسماء كثيرة. هذا مصطلح فضفاض، هذا يعني في كثير من الألفاظ اللي تستوعب هذا المفهوم. في رسوم، في ضرائب، في شو بنقوله نحن كمان، أتعاب، بدل، رواتب، حوافز، أجور، مكافآت، غرامات، على حسب، بقشيش، رشوة، شو بدك، كل شيء بينطبع عليه، فدية، دية، قرض، دين. لذلك المال يتبع كل شيء يعني.